اهلا بيكم يا اولاد، عاملين ايه النهارده؟ هناخد مع بعضينا بروبرتيز اوف فورمد ايمج باي ذا كونفكس لينس، تابع درس العدسات يا اولاد في الوحده ايه التانية. البروبرتيز دي يا اولاد زي نفس فكره الكونكيف ميرور بالظبط، يعني الكونكيف ميرور زي الكونفكس ايه لينس، مع اختلاف طبعا الرسم. هناك كنا بنستخدم لايت ريفليكشن، هنا استخدم لايت ريفراكشن، انكسار الضوء. فمثلا اول حالة هنا بنتكلم على ايه؟ the position of the object from the lens، مكان الجسم بالنسبة للعدسة. لو كان الجسم very far زي أشعة الشمس sun rays مثلا، قالك are parallel to each other، يعني أشعة متوازية زي أشعة الشمس متوازية لنفسها اهي، شايفين؟ الصورة البوزيشن تقع فين؟ بوزيشن اوف ذا ايمج ات ذا فوكس. نفس الكلام ده في الكونكيف ميرور، لما يكون الجسم بعيد جدا برضه الصورة كانت تقع فين؟ في الفوكس. والخصائص الريال وفيري تايني نفس الكلام. الفرق هناك كانت الأشعة، لو حضراتكم فاكرين هناك الأشعة اهي ساقطة متوازية تنعكس في نقطة تسمى الفوكس، هنا تنكسر اهي، لان ده وسط كاسر للضوء. transparent medium that refract the light ray، لكن ده reflecting surface سطح عاكس that reflect the light ray. يبقى هنا مكان الجسم very far such as sun rays، والأشعة دي are parallel to each other وبارل كمان للبرنسبل اكسس، صح؟ طيب الصورة بتاعت الأشعة دي كلها بتتجمع فين؟ في الفوكس. خصائصها ريال حقيقية because it can be received on screen و very tiny. اللي بعده سهل جدا، at distance، at distance greater than the double the focal length. يعني بقى يا ولاد at distance على مسافة أبعد من ضعف البعد البوري، يعني بعد السي. هناك كانت الصورة برضو بتقع بين السي والإف أهي، between ده مكان الصورة between the focus and the center of the mirror curvature، بس الناحية التانية، فاهمين؟ وكانت خصائصها إيه؟ real inverted و diminished. آدي السي السنتر وآدي الجسم أهو، بناخد شعاعين، شعاع موازي المحور الأصلي parallel to the principal axis it refract passing through the focus، والتاني passing through the optical center، اوبتيكال سنتر المركز البصري، it passes without any refraction بيفضل ماشي على طول، والاتنين يتقابلوا مع بعض بين ال F وال C، فاهمين يا ولاد؟ ادي ال C اهي وادي ال F اهي وادي الجسم اهو، خلاص؟ خصائصه ايه؟ real inverted damage، خصائص الصورة. خلاص يا ولاد؟ اللي بعده تلاتة يا ولاد، at distance الجسم هنضعه at distance equal to the double of the focal length، يعني عند السي. هناك برضو الجسم كان عند السي، الصورة تقع عند السي، وكانت خصائصها real و inverted و equal، نفس الكلام مفيش أي جديد. يبقى هنا الصورة at the center of curvature، الفرق في الرسم، الجسم عند السي، شعاع موازي ينكسر مرة بالفوكس أهو، شعاع ماشي بيمر بالأوبتيكال سنتر it will pass without any refraction، والاتنين هيتقابلوا مع بعض عند السي. دي كده الصورة وده كده الجسم. خصائص الصورة الجسم عند السي والصورة عند السي، خصائص الصورة real inverted equal، وفي معلومة حضراتكم عارفينها، أي صورة real بتبقى inverted، أي صورة real يجي وراها inverted، أي صورة virtual بتبقى erect أو upright. يبقى أي صورة حقيقية مقلوبة، أي صورة تقديرية معدولة أو معتدلة، خلاص؟ طيب يا مستر ممكن تفكرني دي في المراية كانت ازاي؟ افكرك عشان نقارن، كده الجسم عند السي ودي الاف، شعاع موازي كان بيعاكس مرة بالاف، صح؟ شعاع مرة بالاف كان بينعكس موازي، الاتنين كانوا بيتقابلوا مع بعض هنا كده. طبعا الرسمة مش دقيقة لان انا ايه برسم يعني بسرعة شوية، فاهمين يا ولاد؟ اهو
الجسم عند السي، الصورة عند السي. نفس الفكرة بس دي كنت هنا reflect هنا refract. طب رقم 4 a distance greater than the focal length but less than the double of the focal length، يعني على مسافة a distance greater than أبعد من الفوكال لينس وأقل من الدبل يعني بين الـ F والـ C. الصورة تقع بعد الـ C after the center of the mirror curvature أو after أو at greater than the double of the focal length. هي هي فاهمين؟ أهي at distance greater than double of focal length اللي هي at distance greater than the center of the curvature of the lens face. نفس الكلام اللي هناك بالظبط، الجسم بين الاف والسي السرعة تقع بعد السي. هنا الجسم فين؟ between focus and center. هنا الجسم greater than the center. والخصائص real inverted magnified نفس الكلام اللي هناك، شعاع موازي ينقسم مر بالفوكس، شعاع ماشي بالاوبتيكال، الاتنين يتقابلوا مع بعض بعد السي. بتحبوا نرسمها تاني مع بعض عشان نأكد عليها؟ نرسمها تاني مع بعض نتعلم، وممكن ارسمها لكم بقى من الناحية التانية. ادي السي ادي الاف، شايفين يا محترمين؟ ادي الاف ادي السي. هنحط الجسم فين؟ هنا بقى هنعكسها، ممكن تيجي لك رسمة من هنا او من هنا، لازم تتدرب عليها على الاتنين. شعاع موازي انكسر مر بالفوكس، شعاع مر بالاوبتيكال سنتر، اه يتقابلوا مع بعض هنا بعد السي. وصلت؟ وصلت عشان انتوا شاطرين ومحترمين. هنا جسم بين الاف والسي صورة بعد السي، خصائصها ريال انفيرتد ماجنيفاين. طيب اللي بعده اد فوكس، هناك نو ايمجز فورمد، هنا برضه نو ايمجز فورمد. شايف الجسم عند الاف، شعاع موازي انكسر مرة بالفوكس اهو، شعاع ماشي بالاوبتيكال يمشي من غير انكسار، امتداد ده وامتداد ده ما يتقابلوش مع بعض. نفس الفكرة بس هناك ريفليكشن، هرسمها لك دلوقتي عشان افكرك. هنا نو ايمجز فورمد ليه؟ بيكوز ذا اكستنشن اوف ذا ريفراكتد لايت راي بيكام بارل تو ايتش اذر. فاكر هناك؟ يلا كده نفتكر مع بعض. ركز ركز يا دكتور، ركز يا دكتورة. ادي السي وادي الاف، شعاع موازي ينعكس مش ينكسر مرة بالفوكس، صح؟ الشعاع التاني يا محترمين كان ايه بقى؟ كانه جاي من عند السي، كان بينعكس على نفسه، صح ولا انا غلطان؟ امتداد ده وامتداد ده ما يتقابلوش، نفس الفكرة ونفس الكلام. هنا بقى اسف يا ولاد، ها يبقى نوت لايتد سبوت، بقعة ضوئية بتتكون، بقعة ضوئية دي بتتكون يعني نو ايمجز فورمد، فاهمين؟ يبقى لايتد سبوت از فورمد ات انفينيتي، كأنها بقعة ضوئية في اللانهائية، فاهمين يا ولاد؟ هي هي نو ايمج از فورمد، لا تتكون صورة محددة للمعالم، عبارة عن بقعة ضوئية وخلاص، عبارة عن أشعة متوازية، فاهمين يا ولاد؟ اوكي، يبقى لايتد سبوت، أول ما الاقي كلمة لايتد سبوت يبقى هو بيتكلم على إيه؟ نو ايمج از فورمد، خلاص؟ طيب اللي بعد at distance less than the focal length، على مسافة أقل من البعد البؤري. ها تتكون صورة تقديرية معتدلة مكبرة فيرتشوال وإيركت وإيه؟ ماجنيفايد. فين بقى يا مستر؟ آدي الإف إيه؟ شايفين الجسم؟ رسم صغير أوي، هرسمها لكم تاني بشكل أوضح الحقيقة. شعاع موازي ينكسر مرة بالفوكس، وشعاع بيمر بالأوبتيكال سنتر، إت ويل باس وزوت إن ريفراكشن. امتداد ده وامتداد ده يتقابلوا مع بعض في نقطة. هي دي الصورة وده الجسم، دي خصائصها ايه؟ virtual erect magnified. ال image is formed farther than the object، الصورة تتكون أبعد من الجسم، ها according to the lens
and in is the same direction في نفس الاتجاه. يعني الجسم هنا الصورة هنا. طب يا مستر ارسمها لنا كده من الناحية التانية بشكل أوضح. ركز كده معايا يا دكتور. ادي العدسة المحدبة الجميلة بتاعتنا اهي. يلا. وادي البرنسبل اكسس سي اف اف سي. ناخد الجسم هنا. يلا ساعدني بقى. يلا. ها شعاع موازي. Parallel to the principal axis will refract passing through the focus. والتاني passes by the optical center it will pass without any refraction. امتداد ده يا محترم امتداد ده يا محترم كون هنا ايه؟ صورة. صورة ايه بقى؟ اهي طبعا في اي وضع صورة virtual و erect وايه؟ وإنلارج. اللي بعده طبعا يا ولاد هندخل بقى على ايه الكونكيف لينز. الكونكيف لينز زي مين؟ الكونفكس ميرور بالظبط ونفس الخصائص، بس هناك رسمتها مش عليكم، هنا بقى رسمتها عليكم. هنا بتكون ايه بقى؟ فيرتشوال وإريكت وسمول زي الكونفكس ميرور. يبقى الكونكيف لينس زي الكونفكس ميرور والكونفكس لينس زي الكونكيف ميرور. خلاص يلا نشوف مع بعض وبرسمها لكم تاني. ادي كونكيف، حط الجسم فين؟ هنا مثلا. شعاع موازي ده بقى ايه؟ دايفيرج اهو، وامتداده يمر بايه؟ بالفوكس. الشعاع التاني يمر بالاوبتيكال وينفذ دون ان يعاني اي انكسار، والاتنين يتقابلوا مع بعض هنا. هي دي الصورة، شايفين؟ شوف الجسم قد ايه والصورة قد ايه. صورة معدولة معتدلة erect او upright و virtual تقديرية وهمية لا يمكن استقبالها على حال، وايه وديمنج الصغير. هرسمها لك تاني وما تقلقش. يبقى هنا ال position of the object wherever the position of the object in front of the concave lens، يعني على اي بعد على اي مسافه، ملوش مسافه معينه. البوزيشن اوف ذا ايمج، ذا ايمج از فورمد نيرر تو ذا اوبجكت بوزيشن، يعني اقرب الى ايه؟ الصوره بتتكون اقرب الى المركز ايه؟ اقرب من العدسه عن ال عن ايه؟ عن الجسم. خلاص يا ولاد. البروبرتيز فيرتشوال وايركت وديمينج. طب يا مستر ممكن ترسمها لنا تاني؟ نرسمها تاني بس ركز مع بعض. وبرضو هرسمها لك من الناحية المعاكسة عشان سيادتك تتدرب باي anyway بأي طريقة. ايه دي؟ دي العدسة ايه. يلا مع بعض. ادي سي اف اف سي على اي بعد. ناخد الجسم مثلا هنا كده. خلاص شعاع موازي. شعاع ده جراله يتفرق اهو كده، صح ولا انا غلطان؟ تمام. وامتداد الشعاع ده يمر بالفوكس. الشعاع التاني يمر بايه؟ بالمركز البصري اوبتيكال سنتر. فين الصوره او تقابل الشعاعين دول مع بعض؟ هو دي الصوره. شوف الجسم قد ايه والصوره قد ايه. طبعا المفروض ارسمها نقط بس هو مفيش مكان للنقط اصلا. صوره فيرتشوال وايركت وسمول. خلاص يا ولاد. الباقي كلام مقرر زي مقارنه كده بين خصائص الصورة في الميرور وفي اللينس. كلام مقرر عشان وقت الفيديو ما يطولش. نشوف اللي بعد. ندخل بقى على حاجة اسمها ايه؟ ذا فيجن. يعني فيجن الرؤية. اعطيني هنا معلومة زي معلومة إسرائيلية كده للتوضيح بس. بيقولك في المعلومة دي ان احنا بنشوف اي حاجة نتيجة اللايت ريفليكشن، اي اشعة كده جاية، اشعة ضوئية او اشعة بتسقط على جسم، بيحصل لها عملية لايت ريفليكشن، تدخل العدسة بتاعت العين اللينس، العدسة دي تكسرها توديها فين؟ الصورة تتجمع عند الريتنا الشبكية، وبعد كده الصورة دي بتبقى ريال وانفيرتد وديمينجد. الكلام ده مش عليه بس معلومة كده، اوكي؟ الصورة بتتكون عند الريتنا الشبكية ريال وانفيرتد وديمينجد، وبعدين في حاجة اسمها اوبتيك نيرف، العصب البصري ينقل الصورة دي بقى معدولة لمين؟ للمخ، مركز الابصار في المخ، فتقدر تشوف الحاجه بشكل مظبوط.
هي الفكرة ان احنا بنشوف الحاجة نتيجة ايه؟ light reflection. الضوء بيسقط على الجسم يحصل له reflection، يجي عند العين. العدسة بتاعت العين عبارة عن convex lens، تجمع الصورة عند الريتنا الشبكية، والصورة دي الشبكية بتوصلها عن طريق حاجة اسمها optic nerve to the brain، والبرين بقى يترجم لك ايه الصورة. المهم دي معلومة ما تقلقش منها، نخلي بالنا في اللي جاي. في حاجة عندنا اسمها diameter. diameter of the eyeball ده مهم قوي ان احنا نفهمه، عشان هيفيدنا في حاجة اسمها vision defects اللي هي عيوب الابصار. يعني ايه بقى diameter؟ قطر كرة العين. it is the distance between the optical center of the lens and the retina. فهمنا يا مصر؟ اهي ادي العين جميلة بتاعتنا، في عدسة. انت اي انسان مننا عينه بتاعته في عدسة كونفكس لينز، الكونفكس بيبقى فيها ايه؟ اوبتيكال سنتر، مركز بصري، صح؟ اوبتيكال ايه سنتر. المسافة الديستنس بتوين ذا اوبتيكال سنتر اند ذا ريتنا الشبكية اللي بيتجمع عليها الصورة، المسافة دي اكن دي كورة ودي القطر، ده اسمه ايه؟ الديامتر. الكلام ده هيفيدنا في كمان شوية. لازم تفهم دلوقتي يعني ايه كلمة diameter of the eyeball. الديامتر it is the distance between optical center of the lens and the retina of the eye. حلو كلام؟ طيب بيقول لك هنا بقى to see clearly، عشان حضرتك تشوف بوضوح، the image must be formed exactly on the retina، عشان تشوف كويس لازم الصورة تتجمع عند الشبكية، والشبكية توديها من خلال العصب البصري للمخ. طب لو الصورة جت بدري قبل الشبكية أو بعد الشبكية، تشوف الصورة مشوهة غير واضحة. عشان كده أروح عند طبيب العيون ونكشف، يقولك أنت عندك قصر نظر، طول نظر زي ما نشوف كمان شوية، فبالتالي من غير النظارة منشوفش كويس. فاهمين يا ولاد؟ دي تقودنا إلى حاجة اسمها normal person. الشخص الطبيعي بيشوف الحاجة واضحة امتى؟ بيشوف الأجسام القريبة at distance not less than 25. يعني ايه؟ يعني يشوف الأجسام القريبة بوضوح على مسافة لا تقل عن 25 سنتي. يعني مثلا لو انت مثلا وانت حضرتك بتقرا مثلا بينك وبين الكتاب 25 سنتي بتشوف كويس، يبقى تمام. لو قربت شوية الكتاب عشان تقرب الكتاب لعينك، الناس الكبار ربنا يديهم الصحة وطول العمر، يعني لو مش بيشوف كويس إلا بالنظارة، لو من غير النظارة لازم يقرب الكتاب لعينه جامد، يبقى هنا بيشوف أقل من 25 سنتي. لكن أنت طالما بتشوف على بعد 25 سنتي مش أقل من 25 سنتي، يبقى نظرك سليم. يبقى هنا النورمال بيرسون بيشوف الحاجات بوضوح، القريبة not less لا تقل عن 25. لو انت بتشوف الحاجة بوضوح القريبة اللي هي اقل من 25 لازم تقل عن 25، يبقى في مشكلة. لكن مش اقل من 25 ده يبقى تمام. او يشوف الاجسام البعيدة at distance not more than 6 متر، يبقى هنا لا يقل عن 25 ولا يزيد عن 6 متر، ده الشخص السليم. طب على الشخص بقى اللي يشوف الحاجة اقل من 25 يشوفها بوضوح، يبقى عنده حاجة اسمها قصر النظر. يشوف الحاجة اللي أبعد بوضوح، يبقى عنده حاجة اسمها طول نظر زي ما هنشوف دلوقتي. يبقى احنا عندنا vision defects، احنا بنستخدم العدسات لعلاج عيوب الأبصار. طب ايه هي عيوب الأبصار vision defects؟ قال لك عيوب الأبصار دي اتنين حاجتين، حاجة اسمها short sightedness قصر النظر، حاجة اسمها long sightedness. short sightedness يعني يشوف الحاجة القريبة بوضوح البعيدة مشوهة. اهو it is vision defect من عيوب الابصار through which near object only can be seen clearly، يعني الحاجات القريبة ترى فقط بوضوح، but far object الاجسام البعيدة seems distorted تبدو مشوهة. طب اللونج سايد الناس العكس بقى، شايف الراجل الامور ده، يبقى صاحبنا ده يشوف الحاجه القريبه بوضوح البعيده غير واضح. ده بقى يشوف الحاجه
عشان يقرا حاجة لازم أن يبعد نظره شوية. شايفين المسافة أبعد من 25 سنتي؟ فاهمين؟ It is a vision defect through which the far object only can be seen clearly. الأجسام البعيدة ترى بوضوح but near object seem distorted. القريبة ترى مشوهة. يبقى short sighted الناس قصر النظر، long sighted الناس طول النظر، والاتنين عكس بعض. هنا ال near object only can be seen clearly، هنا ال far object only can be seen ايه اولان clearly. اوكي اللي بعد نشوف مع بعض السبب بقى. يعني نخلي بالنا اهو الريزون السبب. سبب الجزء ده تبع قصر النظر شورت سايد النس، وده تبع لونج سايد النس. ايه السبب؟ دي العين الطبيعيه، شايف مدوره عامله ازاي، ده النورمال. اما اللي عنده قصر النظر شايف القطر العين بقى زياده اهو. يبقى اول سبب increasing in the eyeball diameter، زيادة قطر كرة العين. ده بيسبب ايه؟ ان الصورة تتجمع بدري هنا before the retina. This causes the retina to be far، الريتنا بتبقى بعيدة عن الايلينز، وبالتالي سوري ده السبب الاولاني increase the eyeball diameter او increase in the convexity of the eyelids. يبقى في سببين، increase the eyeball diameter او increase in the convexity of the eyelids، زياده في التحدب. يعني ايه التحدب؟ شايفين سميكه ازاي؟ فلما تيجي الاشعه الضوئيه تسقط بتاع الجسم، الجسم هنا يتجمع بدري الصوره قبل الشبكيه. احنا قلنا علشان الصوره تبقى clearly لازما is formed at the retina، لكن في الحاله دي الصوره بتبقى ايه؟ before the retina او in front of the retina. يبقى في كام سبب يا محترمين؟ اتنين، increase the eyeball diameter، سبب ايه؟ short sightedness، او increase the convexity of the ايه؟ of the eyelid surface. This causes the shorter، ده بيؤدي ان الشورتر ده focal ايه؟ lens for the eyelids. طيب طب وهنا بقى العكس، سبب اللونج سايدنس ديجريز ذا اي بول. شايفين دي؟ شايفين المسافه دي صغيره، المسافه دي كبيره. شوفوا العدسه دي سميكه، العدسه دي رفيعه. يبقى هنا السبب انكريز ذا اي بول ديامتر وانكريز ذا كونفكسيتي اوف ذا اي لينز، هنا العكس ديجريز ذا اي بول ديامتر او ديجريز ذا كونفكسيتي اوف ذا اي لينز. واحفظ بس العناوين دي من غير التفاصيل دي، ما تشغلش بالك، احفظ هنا واحد واثنين وواحد واثنين اللي هو الكلام اللي اسود ده. فاهمين يا اولاد؟ طيب ده بيؤدي الى ايه بقى؟ This leads، هذا يؤدي الى the light ray coming from the far، الاشعة الضوئية اللي جاية من الجسم البعيد ها are collected at point in front of the اي ريتنا. احنا قلنا لو اشعة قريبة هتتجمع عند الريتنا وبيشوف الاجسام القريبة. طب البعيدة شوية؟ لا. شايفين الصورة اتجمعت فين؟ اهو before the retina forming unclear image، هذا يؤدي الى تكون صورة غير واضحة. طب ودي بقى؟ هنا الصورة الايمج formed before the retina، وهنا الايمج formed after the retina. يبقى ده يؤدي الى the light ray، الاشعة coming from the near object، ان هنا ده تبع مين؟ لونج سايدنس. اللونج سايدنس يشوف الاشياء البعيده واضحه، اما القريبه اللي هي النير اوبجكت لا يراها واضحه. ليه؟ لان النير اوبجكت ار كولكتد ات ذا بوينت بيهايند ذا اي ريتنا. يبقى هنا الصوره فورمت بيهايند ذا اي ريتنا او افتر ذا ريتنا، هنا الصوره بتتجمع بيفور ذا ريتنا او ان فرونت اوف ذا ريتنا. هنا الاجسام البعيده برمز لها برمز الاشعه المتوازيه دي غير واضحة اهي، هنا الأجسام القريبة غير واضحة لأنه بيشوف الأجسام البعيدة واضحة، أما القريبة غير واضحة اهي، برمز لها برمز نقطة، لأن الصورة بتتجمع فين؟ after the retina أو behind the retina. خلاص يا ولاد؟ طيب عايزين نعالج المشكلة دي، تفتكروا نعالج المشكلة دي ازاي؟ هنا نروح جايبين حاجة اسمها concave lens. تروح عند الطبيب يعرف عيب الابصار فيعمل لك عدسه ايه؟ مقعره كونكيف. ليه يا مستر؟ عشان الاشعه دي تتفرق هنا كده
عند الأطرف فتتجمع بعد كده عند الشبكية. فاهمين؟ أهو شايفين concavalence. يبقى it is correct. correction يعني التصحيح أو العلاج. it is correct by using the concavalence استخدام عدسة مقعرة which diverge the rays اللي بتفرق الأشعة before falling on the eye. تفرق الأشعة قبل ما تسقط على العدسة. so the image of the object صورة الجسم is formed exactly on the retina. يبقى هنا بنستخدم ايه؟ concave lens. ليه؟ because it diverges the light ray before falling on the eye. ها أو lens of the eye. so the lens of the eye collect أو form the image exactly on the retina. هنا العكس بقى. هنا كانت الصورة بعد الريتنا فبنستخدم لها ايه؟ convex lens. ده مين؟ أنا مرض هنا long sightedness طول النظر. اهو it is corrected by using convex lens which collect the ray عشان بتجمع الأشعة before falling on eye so the image of the object is formed exactly on the retina. therefore لذلك long sightedness needs a medical eyes glass with convex lens. يبقى انا بعالج اللونج سايد الناس عن طريق convex lens. ليه؟ because it collect the light ray so the image formed as the retina. هنا بستخدم ايه؟ concave lens. ليه؟ because it diverges the light ray so the image formed as the retina. خلاص يا محترمين اللي بعده يلا قربنا نخلص. اللي جاي ده بقى كلام مكرر اهو. concave lens is used to correct نفس الكلام للسائلين. العدسة المقعرة باستخدامها لعلاج الشرط because هختصرها لك بقى because it diverge the rays. خلي بالك so the image is formed exactly on the retina. احفظ دول بس. طب وهنا الconvex lens is used to correct long sightedness بستخدم العدسة المحدبة لعلاج طول النظر. ليه؟ because it collect the rays so بتجمع الأشعة so the image is formed exactly on the retina. يبقى دي استخدم لها concave because it diverges the light ray so the image formed as the retina. هنا بستخدم convex because it collects the light ray أو converges the light ray so the image formed at the retina. اللي جاي بقى معلومات كده سريعة مع بعض. هناخد حاجة اسمها ايه؟ كونتاكت لينس العدسات اللاصقة. العدسات اللاصقة دي بتستخدم بديلا لإيه؟ للنظارات. بيقول لك it is very thin lens عدسة رقيقة made of the plastic and can stick to the eye cornea by the eye fluid. يعني بتستخدم عبارة عن عدسة رقيقة جدا من بلاستيك ممكن تلزق على الاي كورنيا قرنية العين by the eye fluid باستخدام ايه او من خلال السائل بتاع العين. فاهمين يا ولاد؟ طيب في هنا حاجة اسمها ساينس تكنولوجي. مرض اسمه كاتاراكت. الناس الكبار في السن بيجيله مرض اسمه المية البيضة كاتاراكت سحابة بيضة كده على العين. يبقى العين شكلها سليم وزي الفل بس هو مش شايف حاجة. شايف الحاجة قدامه كده مغبشة كأن في سحاب قدامه. ده المرض اسمه ايه؟ كاتاراكت. اسمه ايه يا ولاد؟ كاتاراكت. يعني ايه كاتاراكت؟ اللي هي المياه ايه؟ البيضاء. طيب الكاتاراكت is one of the most dangerous disease. يعني ايه يا ولاد؟ يعني من اخطر الامراض that infect the eye. ده مين؟ الكاتاراكت. عشان كده لما نيجي نعرفها يقولك ايه؟ It is a disease that causes difficulty of vision. مرض بيسبب صعوبة في الرؤية. بتكون سحابة كده على العدسة. As a result نتيجة darkness of the eye lens. اعتام عدسة العين. كان العدسة دي في حاجة عليها مع التماه. مش شايف حاجة. طب السبب ايه؟ قال لك الأسباب old age يعني كبر السن illness المرض
side effect of some drugs يعني أعراض جانبية للمخدرات ممكن تعمل المية البيضة. genetic readiness استعداد وراثي، دي من ضمن أسباب إيه؟ الكاتاراكت. طب إيه النتيجة؟ the result of the cataract is the difficulty of vision. difficulty of vision يعني صعوبة في الرؤية as a result of the darkness of the eye lens. خلاص يا ولاد؟ التريتمنت اوف ذا كاتاراكت بتتعالج ازاي؟ التريتمنت از دان ثرو ذا سيرجري. طبعا اللي عنده ميه بيضاء بيعمل عمليه جراحيه. تو اكستشينج ذا اي لينز استبدال عدسه العين ويز ترانسبيرنت بلاستيك لينز باستبدال عدسه العين بايه؟ بعدسه شفافه من البلاستيك. ترانسبلانتين ها ان ذا اي تزرع في العين the person can see again clear. خلاص يا ولاد؟ يبقى احنا علاج القصه دي ها بيحصل عن طريق السيرجري عمليه جراحيه حيث نقوم باستبدال الاي لينس عدسه العين وذا ترانسبيرنت بلاستيك. كده الدرس كله خلاص يا ولاد، اتمنى ان انتوا تكونوا فهمتوا. ربنا معاكم وربنا يوفقكم يا محترمين، ولا لقاء في الفيديو القادم ان شاء الله.